ماشي. اذا في عندنا هذا مثال بدنا نحله على الاندكشن موتور. عندي اندكشن موتور 3 فيز طبعا له 4 بولز. ايش هذه اذا بنحطها بشكل صحيح رح تكون هي بولز بير فيز. اذا عدد التيرز اوف بولز بولز 4 عدد التيرز اوف بولز 2 السبلاي فريكوانسي 50 10 هورس باور. ايش يعني 10 هورس باور؟ قديش الهورس باور؟ 746. اذا بكون عندي الباور تبعت هذا السيستم هي 740 46 في 10 ويساوي 7.46 كيلو بولز. واي كونكتد يعني المحرك من داخله هو كونكتد واي. فلما نيجي نطلع على المحرك راح نلاقي فيه له 3 تيرمينلز لكن في داخل المحرك راح يكون كونكتد از ستار او واي. في ناس بيسموها ستار في ناس بيحكوا واي. ولاحظوا نقطه الستار هاي ما بتكون طالعه على برا. يعني انت لو جيت شريت هذا المحرك وطلعت عليه وفتحت الكفر تبعه راح تلاقي طالع عندك ثلاث اسلاك، السلك الرابع ما داخل، بكونوا مشبوكين الثلاثه هذول من جوا بعض ومخبي نقطه الستار. اوكي؟ الا اذا انت طلبتها من الصانع وقلت له طلع لي نقطه الستار او طلع لي الست تيرمينالز حتى انا اشبكها ستار او دلتا. خلينا نحكي عن ستار ودلتا، ذكرنا نحكي شوي عن ستار ودلتا والتغييرات اللي بدها. اذا انا عندي في هذول مثلا هذول ممكن الاقيهم مسميين النظام الالماني بسميه يو وبي ودبليو. في انظمه ثانيه ار اس تي نسميها احنا يو 1 بي 1 دبليو 1. اذا هو واي كونكتد والفولتج تبعه الريتد فولتج او اللاين فولتج 208. يعني انا راح 208 فولت هذه ار ام اس ولا ايش حتكون 208؟ ما في حاجه احكي ار ام اس خلص واضح انها ار ام اس في الاي سي سيستم. هذه راح تكون 208 فولت واضح انها ار ام اس. لاحظوا نقطة معينة هذا عم بيجي 208 هون لكن انا ما باخذ 208 مضبوط؟ قديش باخذ هذا؟ بقسم على جذر الثلاثة اللي هو بصير الفيز فولتج. فبالنسبة لهذا اللود هذا هو الفيز فولتج وهذا اللاين فولتج. إذا عندي 208 فولت 10 هورس باور. هلا هون معطيني النومينال راح أعتبره نفسه هو الأكشوال باور. فالباور هون حوالي 7.5 كيلو. الفول لود سليب نرسم سبيد تورك كيرف مره ثانيه. عندي هون سبيد ان ار بي ام وهون عندي التورك ان نيوتن متر. سبيد تورك كيرف راح اعتبر انه الشكل التقليدي المعروف. طبعا هو في اشكال ثانيه راح نحكي عنها بعدين. راح افترض انه هذا الشكل راح افترض انه هذا هو تي ريتريتد. اذا هاي النقطه هي هاي هي الاكشوال سبيد او الاسينكرونس سبيد. وهاي النقطة اللي هون هي السينكرونس سبيد. طبعا هون بالار بي ام بس كمان انا كان ممكن احطها بالراديانس بير سكند نفس الشيء. وين ال 5% هون؟ القطعة الصغيرة هاي 5% يعني هاي 5% من كل هذا من ال 100%. هذه 100% هاي 5%. ولو بدي احط على نفس الاكسس هذا احط السليب راح ابدا من السليب مقداره واحد هون. فالسليب هون مقداره واحد والسليب عند النقطه هاي مقداره زيرو والسليب عند النقطه هاي مقداره 0.05 او 5. اذا السليب معكوس يعني احنا لما نكون ماشيين على زيرو سبيد بكون السليب واحد. يعني السليب ايش معناها باللغه؟ انزلاق. انزلاق هي انزلاق مين مع مين؟ انزلاق روتينج ماجنتيك فلكس مع الروتر لانه هاي هي السرعه اللي بينهم فعليا. الانزلاق اللي بينهم هو واحد او 100% يعني واحد منهم زيرو والثاني عمال بلف على الفول سينكرونس سبيد. لما زاد الروتر سرعته وزاد شو صار؟ اقتربوا الاثنين من بعض. نزل الانزلاق من قديش؟ من 1 ل 5% بس. يعني معناها قديش؟ معناها الانزلاق ما بين الروتينج ماجنتيك فلكس اللي لسه بلف على السينكرونس سبيد والروتر 5% من السينكرونس سبيد. ماشي واضح. الانزلاق خف كثير ولا يمكن لو الانزلاق هذا وصل لزيرو راح يبطل عندي تورك زي ما هو واضح من الكيرف هذا اللي موجود هون. لازم يكون في عندي انزلاق او سليب ما بينهم حتى يتكون عندي الريتد تورك. واضح هاي؟ اذا هلا السؤال اللي عمال بيسالني اياه اول شيء ايش السينكرونس سبيد؟ السينكرونس سبيد سهله مش هيك؟ ايش القانون تبعها؟ استخدم اربعه اذا حبيت من هون فعندي ان سينكرونس سبيد يا بيساوي 60 وعدد التيرز اوف بولز يا 120 والبولز. اذا عندي البولز هون ممكن نستخدم هذا 120 عندي هون في وهذه ايش هون بحط؟ بس الفريكونسي تبعت السبلاي صار عندي 120 الساعه
سبلاي فريكونسي 50 وعدد البولز بير فيز 4 120 على 4 30 30 في 50 1500 ار بي ام. اذا هذه النقطه اللي موجوده هون هي 1500 ار بي ام. اذا هذا الروتيتنج ماجنتيك فلكس لما بطلع عليه راح اشوفه بلف على 1500 ريفولوشن بير مينت. طيب الروتر سبيد ات ريتد لود، الروتر سبيد ات ريتد لود وينها؟ اللي هي هاي مش هيك؟ اللي هي عند الريتد تورك راح تكون، واللي هي عند الريتد سليب. اذا هاي ببساطه ممكن اخذها هيك، كيف ممكن احسبها؟ هاي النقطة بضرب 50% بضرب فين؟ إذا ضربت 5% شو بيطلع معي؟ ما بيطلع معي هذا بيطلع الفرق 95. إذا واحد ناقص السليب مضروب في السينكرونس سبيد. إذا القانون تبع N asynchronous بتساوي واحد ماينس S مضروبة في N synchronous. الكل فاهم هاي ليش؟ ليش ما ضربت في S مباشرة؟ بعطيني لوسز. لو ضربت في اس مباشره بعطيني السليب هذا، بعطيني هاي ال ار بي ام، بس انا مين بدي اياها ال ار بي ام؟ هاي واحد ماينس اس شو بتعطيني؟ بتعطيني النقطه هاي اللي موجوده هون، بضرب هاي في ان سي. اذا عندي واحد ناقص 5% شو بتعطيني؟ 95%. وهذه بضربها في قديش؟ في 1500 بعطيني 1425 مفهوم مش هيك؟ 1425 ار بي ام صار. اذا هاي شو هي السرعه؟ امتى بشوف هاي السرعه 1425 ار بي ام؟ في اي ظروف؟ الريتد تورك، يعني لما بكون المحرك عماله بيطلع لي الريتد تورك، لما بكون طالع منه التورك الريتد لهذا رح نحسبه، رح يكون الروتر بلف على 1425 ار بي ام. اذا قديش انزلاقه عن الروتيتنج ماجنتيك فلكس كم ار بي ام؟ 75. اذا في 75، يعني لو انت قاعد على الروتر، لو مسكتك وحطيتك قعدتك على الروتر وطلعت، رح تشوف في سرعه بينك وبين الروتيتنج ماجنتيك فلكس، مش هيك؟ زي سيارتين ماشيين جنب بعض، واحده اسرع شوي من الثانيه، هلا واحده ماشيه على 100 كيلومتر بالساعه والثانيه على 90 كيلومتر بالساعه، قديش السرعه النسبيه بينهم؟ 10. فلو واحد مش شايف الشجر حواليه ولا شيء، بس عماله براقب السيارة الثانية اللي أسرع منه، قديش رح أشوف سرعة السيارة الثانية؟ كان 10 كيلومتر بالساعة. نفس الشيء لو الروتر اللي قاعد على الروتر رح أشوف إنه خطوط المجال المغناطيسي عم تقطعه بسرعة 75 ار بي ام بس، رغم إنه الاثنين ماشيين على سرعة أعلى من هاي السرعة. وهاي السرعة مهمة، سرعة القطع مهمة. ليش؟ لأنه سرعة القطع هي اللي بتحدد لي قديش الخطوط عمالها بتقطع الاسلاك، وقطع سرعه قطع الخطوط للاسلاك شو راح تولد؟ راح تولد عندي فولتج في هذول الروتر فالف، وهذا راح يولد كرنت، وهذا راح يعطيني التورك. ولذلك لاحظوا هون التورك اللي عماله بينتجه بالشافت على ايش عماله بيعتمد؟ على السليب. كل ما زاد هذا السليب ايش عماله بيصير؟ على الاقل في المنطقه هاي، كل ما زاد السليب ايش عماله بيصير بالتورك؟ بزيد. لانه القطع عماله بزيد مش هيك؟ عم بزيد 75 100 ار بي ام 125 ار بي ام لحد ما وصلت على النقطه هاي، بعديها هون خلص بطلت اقدر اجيب تورك اضافي. اذا هذا هيك جاوبنا احنا السؤال الاول والسؤال الثاني. هلا السؤال الثالث مهم ما حكينا عنه، بهيك خلينا نحكي عنه. الكرنت اللي بيمشي بالستيتر شو الفريكونسي تبعته؟ بالستيتر السورس اللي هو قديش في الحاله هاي؟ 50 هرتز. طيب الكرنت اللي بيمشي في الروتر قديش الفريكونسي تبعته؟ تاثر بالستيتر. نعم تاثر بالستيتر. طبعا تاثر بالستيتر. حسب هلا انت فكر، لو انت قاعد على الروتر ايش السرعه اللي عم بيقطعوا فيها خطوط المجال على ما هم بيقطعوا الخطوط؟ 75. 75 لو انك 75 من قديش هاي؟ من 1500. هلا لما كنت انت على الستيتر قديش كانت الفريكونسي؟ 50 هرتز. لما انتقلنا للروتر العالم السرعه تبعته صغرت بمقدار قديش؟ 5% من 75 على 5% تمام. اذا الفريكونسي الروتر قديش رح تكون؟ الكرنت اللي بيمشي في الروتر رح تكون 5% ضرب اس في اف. اس في اف. اذا هذا قانون جديد ما شفناه قبل هيك، لكنه مهم لانه الكرنت، يعني لو انت حطيت اميتر، عمركم استعملتوا اميتر؟ مش حطيتوا اميتر وقستوا فيه؟ لو جبت اميتر وحطيته الستيتر حطيته جوا الروتر وقست الفريكونسي، شو الفريكونسي تبعت الكرنت اللي بيمشي بالروتر؟ 50. رح يكون 5% من 50. اذا اف روتر الفريكونسي تبعت الروتر بتساوي اف مضروبه في اس. ترى 5% ولا 95%؟ لا 5% بس، لانه هو بيعتمد على الريلاتيف موشن مش هيك؟ مش بيعتمد على الحركه ما بين اثنين. الحركه ما بين اثنين بتمثل بس 5%. اذا هذا بيساوي
5% في 50 اظن تطلع 2.5 مش هيك؟ 2.5 ايه اذا طيب الفريكونسي في الروتوم بتساوي الفريكونسي بالستيبل؟ لما يكون السليب واحد يعني المحرك شو بيكون؟ لما يكون ترانسفورم اول ما بدا او ترانسفورم هو ترانسفورم فيش فيه حركه اذا اول بهذا المحرك اول ما ببدا قديش السليب بيكون؟ واحد واحد في 50 رح يعطيني 50 ولذلك اول ما ببدا الاندكشن موتور الفريكونسي تبعت الكرنت في الروتر رح تكون 50 لكنها بتبدا تنزل تنزل امتى بتصير الفريكونسي في الروتر زيرو؟ لما السليب يصير زيرو مش هيك بطل في عندي وهي مهمه لانه الاندكتنس مش الاندكتنس بتعتمد على السليب على عفوا على الفريكونسي اذا هذا بياثر اذا هذا جواب السؤال الثالث الفريكونسي في الروتر رح تكون 2.5 هرتز بس عند هاي النقطه اخر شيء التورك كيف بدي احسب التورك؟ عندنا الباور عندنا الباور تمام اذا بالباور بنساوي هلا هون في شيء يعني اكزاكت ما في شيء غير النومينال باور في شيء ثاني اشتغل منه رح اشتغل من هذا الرقم اللي هو 7460 واط شو بيساوي الباور؟ تورك بتساوي التورك اذا بدك هون خلينا نحط التورك اندوس هو الصحيح حتى نقول او التورك اوت بوت تذكروا لما حكيت لكم لما انت تروح تشتري محرك والبائع بقول لك هذا الباور عن ايش عم بحكي عن اي باور؟ الاوت ميكانيكال باور اذا عندي هون تاو اوت باي سبيد لازم اضربه؟ بالريتد ولا بالسينكرونس؟ ريتد لانه السينكرونس ما لها معنى انا بعطيش تورك على السينكرونس انا امتى بطلع تورك لبرا؟ لما بكون ماشي على الريتد او السينكرونس اذا هذه راح تكون اوميجا اي سينك قديش اوميجا اي سينك؟ 1450 بس هاي 1425 هذه ان اي سينك مش هيك ايش وحدتها هاي؟ ار بي ام ليش لازم احولها؟ اذا اوميجا اي سينك بتساوي 1420 25 60 على 60 في 2 باي كل فاهم ليش بنقسم على 60 بنضرب في 2 باي؟ هذه ار بي ام حتى احولها لار بي اس ريفولوشنز بير سكند بقسم على 60 بس الريفولوشن كم راديان تساوي؟ 2 باي 2 باي بير ريفولوشن فبضرب ب 2 باي اذا بتصير عندي 1425 في 60 على 60 في 2 باي اذا صار عندي هون تي تاو اوت مضروبه في 1425 على 60 في 2 باي تساوي 7460 لازم هاي ايش تكون وحدتها؟ وات هاي وحدتها؟ نيوتن متر نيوتن متر هاي وحدتها؟ راديان بير سكند إذا بتطلع معي الأوتبوت تورك شو بيساوي؟ في حد عنده يحسب لنا إياها؟ هاي تاو اوتبوت تبعت هذا الفيديو